نصل ليش ناخذ شيء اسمه حصان؟ شنو الهدف من هاي الماده؟ خلي تجيب البدايه وسجلوا، حاولوا تسجلون بعض الملاحظات اللي اذكرها. بالاساس الاحصاء هذا العلم ندرسه للاسباب الاتيه. من خلال هذا العلم نستطيع تحليل، جمع بيانات تحليلها واتخاذ قرار. يعني تقدرون تقولون هو علم اتخاذ القرار، تنبؤ بحدث ما عندما نقوم بدراسته. من خلال دراسة البيانات المتعلقة به، تبويبها، تنظيمها، جمع البيانات، تنظيمها وتحليلها، ثم اتخاذ القرار المناسب. تقدير، اوكي سمي، اوكي الاحصاء، علم الاحصاء بفرعين مهمات. الاحصاء اكو احصاء وصفي واكو احصاء استدلالي. ثبتوا هذا ملاحظة. الاحصاء ينقسم الى نوعين، وصفي واستدلالي. الوصفي شنو؟ الاحصاء الوصفي، انا اليوم عندما اجمع بيانات وانظمها، ابوبها واخليها بجداول وارتبها، بس اسوي لها تصنيف واحاول اجمع على قدر ما استطيع من بيانات لدراسة مشكلة ما، اي مشكلة صادفني، هذا يسمى احصاء وصفي. الغرض من عنده عملية فقط جمع بيانات وتبويبها وتنظيمها. الاحصاء الاستدلالي النوع الثاني، هذا لا، هذا يهتم بعملية تحليل هذه البيانات واتخاذ القرار على أساس التحليل والاستنتاجات اللي خرجت لنا من هذا التحليل. يطلع بمجموعة من التوصيات لاتخاذ قرار معين على ضوء البيانات اللي قمنا بجمعها وتحليلها. أوكي؟ إيه الصوت يعني ظاهر على مود، يعني أكيد بسبب الإنترنت، يعني أكيد هذا الموضوع. طيب؟ شلون نجمع البيانات؟ عملية جمع البيانات اكو مجموعة من الطرق. اول شيء نروح على مصادر جمع البيانات. احنا منين نجمع البيانات مالتنا؟ يعني يا اما نجمعها، مثلا انا عندي اريد اجمع بيانات عن الطلاب، البيانات الرسمية، اروح وين؟ إذا أجي على كل طالب وأقول له أريد بياناتك، مواليدك، ومعلومات محددة، خمس ست مفردات، هذا الموضوع ما راح يكون منطقي إذا أنا أجي الكلية وأسوي هيك إحصائية. أروح له بالتسجيل وأخذ المعلومات بشكل جاهز، وأنتم أصلاً من سجلتوا بالكلية وأعطيتوا هاي المعلومات اللي أنا أحتاجها. فأروح له بالتسجيل وأقول له أريد هاي البيانات، أنا عندي إحصاء طبعاً تكون بشكل قانوني بشكل رسمي، وناكو غلط من هذه الدراسه. هذا معناته شنو؟ وحده من مصادر جمع المعلومات هي السجلات والوثائق الرسميه. عندي انا كانت في عندي كانت دراسه الماجستير، رحت اخذت مجموعه من البيانات من سجلات ووثائق احدى المراكز الصحيه. مركز صحي يعالج مرض معين، أبعدكم الله عن الأمراض والأوبئة بمختلف أنواعها. فكان رحت أخذت مجموعة من البيانات من خلال هذه الوثائق والسجلات. أكو طريقة أخرى، أنا لو متوفرت طبعا هذه البيانات اللي تكون موثقة بسجلات وثائق، إن كانت تاريخية، إن كانت يعني صحية،
اي نوع من البيانات موثقة بشكل رسمي بشكل تسجيلات ريكورد رسمي تكون هي افضل انواع البيانات، وتكون لانه نسبة الرصانة بها نسبة الاعتمادية على تحليلها يكون موثوق وبها رصانة اعلى. النوع الثاني من عملية جمع البيانات ممكن يكون احد مصادر المعلومات والبيانات هذه الاستبيان. ما انا معلومة ما عندي بيانات موثقة، انا اريد ادرس فالظاهر عند الطلاب اريد اجي اقول لكم يا طلاب مثلا شنو رايكم، انا اريد اعرف مادة من المواد، خلينا نقول مادة الاحصاء يعني نفرض هيك مثال، اريد اعرف ايش قد نسبة فهمكم له. فهنا انا ما عندي سجل يوثق هذه المعلومات، فش اسوي؟ اسوي استبيان. استطيع ان اسوي استبيان باشر نداوم لولا نسوي امتحان لولا الممثل يجي ياخذ رايكم شنو رايكم المحاضرات الامتحانات جدول الامتحانات وكذلك توقيتات المحاضرات. انا مثلا قالت مثلا مريم وغيث قالوا لي محاضرات يا ريت بعد الفطور وتوقيتات، هذا اخذوا رايكم وطيتيهم رايكم حسبوا الاغلبيه واخذوا هذا تمدوا على استبيان. يعني هذا مصدر ثاني من عملية جمع المعلومات. صار عندنا مصادر جمع البيانات، السجلات والوثائق الرسمية، الاستبيان. المصدر الثالث هو المقابلات الشخصية. أنا بعض المعلومات ما يكفيني الاستبيان اللي ممكن أنزله على قناة تليجرام على فيسبوك وأسوي استبيان تجيني بيانات الاستبيان. لا، مرات المعلومة الأريتها معلومة تفصيلية عن حالة تفصيلية شوي، مثلاً أريد أخذ أسوي دراسة عن تربية الأطفال لازم أسوي مقابلات ويا مربي الأطفال وأخذ معلومات من عندهم. أوكي، أخذ يعني هذه صار عندنا طريقة ثالثة هي المقابلة الشخصية لجمع البيانات. الطريقة الرابعة لجمع البيانات هي الاختبارات الخاصة، اختبارات الذكاء، وهذه ما مطالبين بها، ما راح نحكي عليها، لكن وثقوها على اعتبار واحدة من المفردات اللي موجودة بالمنهج. فصار عندنا الإحصاء نوعين، إحصاء وصفي وإحصاء استدلالي تحليلي. طريقة من مصادر جمع البيانات اللي هن أربعة: سجلات وثائق، استبيان، مقابلة شخصية، وقلنا الأخيرة اللي هي اختبارات الذكاء. هسه نجي على طرق جمع البيانات، شلون نجمع هاي البيانات. اوكي، عندنا طريقتين اساسيات نسوي مسح شامل، طريقه المسح الشامل، طريقه العينه. طريقه المسح الشامل يعني انا اجي اريد فد معلومه عن طلبه المرحله الاولى، اجي اخذ كل طلبه المراحل الاولى وأسوي عليهم أخذ من عندهم البيانات واحد واحد، أو أدز فريق يجمع البيانات من كل طلاب المرحلة الأولى أو من كل طلاب مرحلة كل يعني الكلية كل على الأربع مراحل. هذه الطريقة البيانات اللي راح تجيني بها راح توفر لي، راح تخليني أتخذ قرار بشكل جيد لأنه بيانات راح تكون شاملة. فكل التحليل اللي راح اسويه وتبويب هذه البيانات راح يعطيني في النتائج جيده ودقيقه، ما راح يصير عندي اخطاء بعمليه اتخاذ القرار لان اخذت بيانات كل الطلاب وسويت مسح شامل لجميع افراد المجتمع اللي انا دا ادرسه. يعني من اقول مجتمع ما اقصد المجتمع العراقي او المجتمع، انا اقصد مجتمع افراد الدراسه ودراستي. شنو الهدف من عندي؟ أنا أدرس طلاب كلية معلومات الأعمال، لو أدرس فقط يعني الدراسة ما تحاول طلاب المرحلة الأولى، لو عن شنو؟ أنا راح يتحدد المجتمع اللي أنا جاي أدرسه. واضح؟ أيد الوصف. أوكي مريم، الوصفي الإحصاء الوصفي هو معناته يركز على عملية جمع البيانات وتوبيبها. يعني الإحصاء يركز هذا النوع يركز على عملية جمع البيانات من مصادرها المختلفة
وعملية تبويبها تصنيفها إلى آخره فقط. واضح مريم؟ طيب، زين، هذا المسح الشامل اللي حكينا عليه، انه انا ادرس كل افراد المجتمع اللي انا موجه للدراسه، هذا بمجموعه ما اسميها مشاكل بس بها بعض السلبيات. اكو ايجابيات وطبعا سلبيات بهذا النوع من المسح. اول شيء من السلبيات مالته ارتفاع التكاليف، يعني التكاليف يكون مكلف، راح اضطر، يعني انا عندي 60 طالب، كل واحد اروح اجمع من عنده بيانات، فراح يكلفني فريق عمل فد 6 7 أو 10، زين، دول يكلفون فد مبالغ، وقت راح اخذ وقت طويل، جهد. وطبعا من يعني بالنتيجه هنا ما راح يكون الفريق مالتي كلهم متخصصين، فاحتمال بعمليه جمع البيانات راح تصير اخطاء، يعني راح اضطر استعين بناس غير متخصصين في عمل جمع البيانات، مو احصائيين علميين، فهذا يسبب لي اخطاء. بس ايجابياتها شنو؟ انه تكون عندي دقه عاليه بالنتائج والتحليل، لانه انا ماخذ بيانات كل المجتمع، عندي تفاصيل، راح تكون تفاصيل لربما ما احصل عليها بطرق اخرى. اضافه الى المصداقيه بهاي البيانات، يعني انا ماخذ بيانات المجتمع كله. هذه الطريقة الأولى، يعني واحدة من طرق جمع البيانات، الطريقة الأساسية والأكبر، المسح الشامل. الطريقة الثانية وهي الأكثر انتشارا لأنه كلفتها أقل، جهدها أقل، هي طريقة العينة، أنه أخذ عينات من المجتمع. أنا لا بالمرحلة، أخذ منهم 4 طلاب، باخذ من واحد 5 4 طلاب كذلك، ومن السادسة و هاي طريقة العينة. نفس الوقت يعني طريقة، يعني شوفوا هاي الطريقتين كل واحدة إيجابيات، دقة النتائج ما راح نتائج العينة اللي تبي ليها طريقة المسح الشامل. واضح؟ نجي على طريقة العينة، يعني ناخذ عينة من المجتمع. طبعا طريقة العينة بها أكثر من نوع حقيقة. عندنا أول طريقة، طريقة العينة، طريقة العينة العشوائية، عندنا طريقة العينة الطبقية، عندنا العينة المنتظمة، العينة العشوائية البسيطة، العينة الطبقية، العينة المنتظمة، ويبقى عندنا يعني العينة المنتظمة ما أعرف، الطبقية، وعندنا العينة هنا. العينة العنقودية المتعددة المراحل، إيه، عندنا العينة العشوائية، العينة الطبقية، المنتظمة، العنقودية. أنا اللي يهمني يعني الأكثر انتشارا والأفضل هي العينة العشوائية والعينة الطبقية، بس كل وحدة تختلف في وقت استخدامها. يعني أنا أظن أكثر انتشارا وأفضلهم يحقق النتائج الجيدة. أكثر الدراسات تهتم بهذه، يعني تشتغل بهذا، يعني بدني هاي الطريقتين، يعني من يسحبون عينه من المجتمع يعتمد العشوائيه والعينه الطبقيه. واكو ايضا نوع اخر الخامس، العينه العنقوديه، مو العنقوديه قلناها، اكو العينه المعياريه. هاي شنو المعياريه؟ هاي هم مهم، هاي بالدراسات المتخصصة نستخدم العينة المعيارية، هاي لازم ينطبق مجموعة معايير على العينة اللي لازم اختارها من المجتمع. يعني أنا أسوي عينة منطقة معينة على منطقة، بس أنا المجتمع اللي أنا مستهدفه بالدراسة
أصحاب الشهادات العليا مثلا حملت شهادة الدكتوراه، فلازم عينة الدراسة مالتي لازم تكون كلها من حملة الشهادات العليا، من حملة شهادات الدكتوراه. أنا أروح المنطقة معينة، بس لازم يوافق، يعني لازم يكون معيار اختيار هاي العينة أنه يكون حاصل على شهادة الدكتوراه، ويكون عمره مثلا بين 35 و45 مثلا، هاي أنا معيار أنا اختاره حسب الدراسة اللي أريدها. هذا عادة هم ينصر بهاي بالبحوث الكيميائية والطبية والحيوية، عادة يروحون إلى هذا النوع من أنواع العينات. طيب سوينا، عندنا صارت مصادر جمع البيانات، اختارينا نوع العينة اللي راح نشتغل عليها أو طريقة المسح وجمع المعلومات اللي راح نختارها من هذا المجتمع، نروح يا إما مسح شامل أو طريقة العينة، بعدين إذا طريقة العينة نختار طبقية، عشوائية، عنقودية، معيارية. نجي أخذنا البيانات، هاي البيانات اللي جمعناها بعد عملية جمع البيانات نبدأ ننظمها، ننظمها نسويها بجداول نفلترها، أوكي، ونجمعها ونبوبها بجداول. عملية التبويب أيضا تخضع إلى معايير، يعني نبوبها على يا أساس أنا جمعت البيانات حالة معينة، حالة دراسة بها مجموعة من المتغيرات، سويت عليها، سويت حدود مثلا فئات العمرية، جنس يعني إذا كان ذكر أو أنثى، الفئة العمرية قلنا، الفئة يعني إذا نقول التحصيل الدراسي، نحدد فئة حملة الشهادات المتوسطة فما فوق الإعدادية، من الإعدادية لطلبة الكليات، من الكلية للدراسات العليا، نحدد ثلاث فئات، يعني هاي الفئات نسميها الفئات التكرارية، ونجي فقط نقول إن العينة أخذنا 100 واحد، 6 من عندهم عندهم شهادات عليا، 35 منهم بكالوريوس، 40 إعدادية، وهكذا. هذه عملية تبويب وجمع وتبويب هذه البيانات. أكو جداول تكرارية بها مجموعة من القوانين عندما نختار، أوكي سجل. رقية هي أنا راح أنزل هاي المحاضرة، بس أنا سردت يعني ملاحظات تكتبين فقط رؤوس أقلام، ما يحتاج، أوكي. أنا أحكي فقط رؤوس أقلام، يعني أخذوا مني أنا أقول لكم مثلا، يعني قلت بالبداية مثلا نوع الإحصاء نوعين، وصفي واستدلال، النوعين من المسح، أنواع